يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يبتدئ المسح على الخفين ومتى ينتهي؟ ومتى ينتهي؟ يبتدئ المسح على الخفين من الحدث بعد اللبس، يلبسهما على طهارة، توضأ ويلبسهما بعد الوضوء، فإذا أحدث انتقض وضوءه بدأ وقت المسح، والنهاية إن كان مقيما يوم وليلة من بداية وقت المسح، وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليه كما جاءت به السنة. نعم.